هي جولة الصدامات والمباريات المثيرة على الورق، وفي مقدمتها لقاء جمعية أولمبي شلف صاحب المركز الثالث وضيفه شباب باتنة الوصيف. قمة الجولة ستكون في المدية بين الأولمبي المحلي وأتلتيك نادي بارادو، هي مباراة اللعب الجميل والست نقاط على اعتبار فارق النقطة بينهما، والفائز سيقترب أكثر نحو المقدمة. الرائد اتحاد بالعباس في هذه الجولة سيتنقل إلى بجاية من أجل تأكيد الصدارة وتجاوز التعثر الأخير على ميدانه، ولكن الشبيبة استرجعت الثقة ونغمة الفوز، غير أن عقوبة الحرمان من الجمهور قد تؤثر على أبناء ماجورايا. أهلي البرج أمام منعرج محفوف بالمخاطر في مباراته أمام شباب عين الفكرون صاحب المركز ما قبل الأخير هو الآخر. أهلي البرج أمام حتمية الفوز لإبقاء آمال اللعب على الصعود. أما مديرية العلمة فستتنقل إلى حجوط من أجل العودة بالنقاط الثلاث التي ستكون ثمينة جدا، وهو ما سيعقد من مهام الاتحاد المحلي الذي سيلعب من دون جمهوره ومدربه المستقيل وحتى رئيسه. أولمبي أرسيو في هذه الجولة 13 يستقبل أمل بوسعادة في مباراة متوازنة الحظوظ، وكذلك جمعية الخروب اتحاد الشاوية ومولودية سعيدة أمام فرصة تأكيد النتيجة الإيجابية التي عاد بها من بلعباس عندما يستقبل شبيبة تسكيكدا.